هل النقاب اللي هو غطاء الوجه فرض أم سنة؟ هل النقاب اللي هو غطاء الوجه فرض أم سنة؟ ربنا أمرنا في القرآن بستر البدن، قال الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وكمل اللي يجوز لهم إن احنا نظهر أمامهم الزينة. وقال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، عشان الجماعة بس اللي بيقولوا الحجاب مش فرض على نساء المؤمنين، الحجاب مش فرض على الستات، الحجاب كان فرض على أمهات المؤمنين وزوجات النبي بس وبنات النبي بس. طب ونساء المؤمنين دي حضرتك نحذفها من المصحف؟ قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب هو علامة على إيمانك، وعلامة على إسلامك، وعلامة على كونك متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلامة على إن حضرتك بتقلدي وتتشبهي بأمهات المؤمنين ونساء الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وتشبهوا فإن التشبه بالكرام فلاح، فما بالكم إذا كان الكرام دول هم سيدات بيت النبوة، زوجات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا يحشرنا معاهم ومع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم نلقاه، ويسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ده كده الأمر بالحجاب في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنتم عارفين في الحديث، وإن كان العلماء تكلموا فيه، لما قال للسيدة أسماء: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا ينبغي أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. ومن هنا العلماء قالوا: إلا ما ظهر منها، لما الوجه والكفين، ما عدا ذلك لا وألف لا. بعض العلماء قالوا ما ظهر منها الوجه والكفين والقدمين، لأن الغالب أن المرأة ممكن تظهر قدميها. بعض العلماء قالوا الوجه والكفين والرقبة والقدمين، برضو ده رأي للعلماء، لكن الراجح الوجه والكفين. الوجه والإيه؟ والكفين. في رأي تاني قال لا وجه ولا كفين، وإنما يجب على المرأة ستر جميع البدن، اللي هو النقاب، ستر جميع البدن من رأسها إلى أخمص قدميه، لحد الكعبين من تحت خالص، لحد بطن رجليها من تحت زي ما بقول كله. واستدلوا على ذلك بأدلة، اللي قالوا بالخمار اللي هو ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، واللي قالوا بالنقاب، كلهم قالوا يا جماعة الحجاب صفات. أنا بقول لحضرتك سواء هتلبسي خمار، سواء هتستوري جميع البدن، أو سواء كنت هتلبسي نقاب، صفات لابد أن تتوفر. إذا توفرت يبقى ده حجاب، ما توفرتش يبقى عليه العوض، أنه يكون فضفاض واسع، ألا يكون شفافا أنه يظهر اللي تحت، لا، ألا يكون شفافا، ألا يكون معصفرا ولا معطرا، لا ألوان زاهية قوي تخلي الناس اللي من بعيد يبص وينظر ويقول يا ترى مين دي، ماشي، ولا حط بقى عطر وتجمع الناس حواليه، ماشي، ويكون ساتر للبدن. إذا توفر ده يبقى ده اسمه حجاب، لكن ما توفرتش يبقى ما اسموش حجاب، حتى لو كانت في الظاهر إن هي لابسة نقاب، لكن لابسة نقاب بقى وشدة فوق ومجسمة جسمها ومضيقة اللبس، ده نقاب مين ده؟ ده اسمه نقاب شدني يمك، ده مش نقاب شرع، ده نقاب شدني يمك. لابسة حجاب وخمار بس معلش بقى، يعني جزء من هنا ظاهر ومش عارفة ايه والكلام ده كله والجسم محدد، لا ايه الكلام ده؟ يعني حتى الحجاب احنا محتاجين ان احنا يعني ندرس شكل الحجاب ونعرف صفات الحجاب وشروط الحجاب. لكن هل النقاب فرض ولا مش فرض؟ قلنا في رأيين، الرأي الاولاني قال فرض، ورأي قال انه فضل وسنة ومندوب. وتقدروا ترجعوا للموضوع ده بالتفصيل، وان شاء الله بإذن الله نوعدكم نعمل له فيديو كامل في الأمر ده.